بكم متابعينا في تقرير يومي جديد من مكتب ون فاينانشال ماركتس بمركز دبي المالي العالمي. اليوم الاثنين الرابع من سبتمبر 2017، بداية تداولات شهرية جديدة، وطبعا كان الشهر الماضي شهد العديد من التحركات الهامة، ومع إغلاقات الشهر كان هناك يوم الجمعة الماضية طبعا البيانات الوظائف الأمريكية التي أتت يعني أقل من المتوقع وكانت سلبية للغاية على للدولار الأمريكي. بداية من معدلات البطالة التي ارتفعت ب10%، وأيضا متوسط الأجر الشهري أتى أيضا منخفض فقط ب10%، والمتوقع كان 20%، وأيضا البيانات الخاصة بعدد الوظائف التي خلقها الاقتصاد الأمريكي خلال شهر أغسطس، وكانت أيضا دون المتوقع. طبعا كان الشهرين الماضيين حقق الاقتصاد الأمريكي عدد وظائف تفوق 200,000 وظيفة، ولكن البيانات الأخيرة التي صدرت يوم الجمعة جاءت فقط 156,000 وظيفة، وكان متوقع أكثر من 180,000 وظيفة. بشكل عام كانت هذه البيانات سلبية للغاية للدولار الأمريكي. الإغلاقات كانت ضد الدولار الأمريكي وليس في صالحه. شهدت الذهب والتحركات العديدة قوية للغاية أمام الدولار الأمريكي، سنشهد هذا على الرسم البياني. بداية اليوم لا ننتظر أي بيانات هامة، هناك يعني عطلة للبنوك في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني فقط عفوا من في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ولكن من بريطانيا ننتظر فقط صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات. نذهب إلى الرسم البياني سريعا ونتحدث أيضا عن ما حدث في خلال عطلة هذا الأسبوع من التوتر ما بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. الدولار إندكس طبعا نشهد الدولار إندكس كان هناك بعض الارتدادات مع إغلاقات يوم الجمعة الماضية رغم الخسائر التي حققها، ولكن هنا مع إغلاقات يوم الجمعة شهد بعض الارتداد مع بداية الأسبوع، ولكن أيضا لازالت الضغوط موجودة على الدولار إندكس، وخصوصا مع تزايد التوتر السياسي كما قلنا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية فيما يتعلق بإجراء كوريا الشمالية لتجربة صاروخية جديدة، والحديث عن وصولهم لتكنولوجيا للقنبلة الهيدروجينية، والآن تعلن كوريا الشمالية أنها تحمل يعني تمتلك رأسا حربية يمكنها أن تحمل بسلاح هيدروجيني. طبعا هذه هذا الأمر أزاد من غضب الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث البيت الأبيض فيما يتعلق بهذا الشأن، وانعكس ذلك مباشرة على الأسواق بارتفاعها لأسعار الذهب. نذهب إلى الذهب الأول وهو نجم الأسواق طبعا مع بداية تداولات هذا الأسبوع، فجوة سعرية تقترب من $11 لأعلى، كانت الإغلاقات حول مستوى 1325، افتتحت تداولات هذا الأسبوع عند 1336 دولار. طبعا هذا الارتفاع القوي يعني هو استمراري للحركة الصاعدة التي دامت على مدار الأشهر القليلة الماضية. إذا ذهبنا إلى أيضا المستفيد الثاني وهو الين الياباني، الين الياباني كملاذ آمن. الدولار ين شهد يعني فجوة سعرية هابطة مع بداية تداولات هذا الأسبوع بحوالي 75 نقطة، يتداول الآن حول مستويات 109.5 تقريبا، بعد أن كان افتتح تداولات الأسبوع أقل من ذلك بقليل حول 109.40 تقريبا. إذا ذهبنا إلى اليورو دولار، اليورو دولار مع بداية تداولات هذا الأسبوع يعني نذهب بس إلى رسم بياني الشهري لنرى إغلاق الشهر الماضي. طبعا إغلاقات الشهر الماضي جيدة لغاية أعلى متوسط المتحرك للخمسين شهر، وهو متوسط قوي وهام على الرسم البياني الشهري، الإغلاق أعلى أمر هام إن لم يكن هناك بعض الضغوط البيعية قبل نهاية هذا الشهر، والإغلاق كان عند مستويات الدولار 19 سنت بعد أن كنا قد وصلنا إلى الدولار 20 سنت 70 تقريبا. طبعا مع هذا الأسبوع لازلنا نتحرك أعلى المتوسط. نذهب إلى رسم البياني اليومي و نرى الحركة على رسم البياني اليومي، كما نرى بعض الضغوط البيعية التي شهدها اليورو أمام الدولار الأمريكي، عاد الآن ليلتقط بعض أنفاسه حول مستويات الدولار 18 سنت 90. نذهب إلى الاسترليني في مقابل
الدولار. طبعا الاسترليني قد شهد تحسن قبل نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ولكن الفارق أن لازال الاسترليني تحت ضغوط وقلق فيما يخص ملف البريكزيت. هذا الرسم بيني اليومي بعض الارتدادات خلال الأسبوع الماضي، ولكن لازال هناك قوة بيعية، يعني حتى نرى الشموع أغلبها لها تيل للأعلى، لازال البيع موجود يتداول الآن حول مستويات $1.29 ولكن الإغلاق الشهري لكي نرى الشمعة على الشهري كانت سلبية لغاية، عكس الدولار اليورو مقابل الدولار الأمريكي، إغلاق سيء وإغلاق عند مستويات $1.49 نفس المستويات التي نتداول عندها الآن. شكرا لكم لحسن المتابعة، وانتظرونا في تقارير جديدة.